ضبط أوقاتكم، نشرة أخبار الخامسة والربع من صوت لبنان، مع تحيات ألان زغيب عيسى، باسمة أبو سرحال شاهين وجوزيف كريم على التنفيذ. العناوين: الرئيس عون يشدد على تطبيق روحية الطائف. اتفاق الطائف يشكل مظلة لنا، ولا يمكن لأي ممارسة أو موقف أن يناقضنا روحية. جنبلاط: نأمل أن يكون البعض مع الطائف قولا وفعلا بعيدا عن التأويلات. سقوط المبادرات المتعلقة بحادثة قبر شمون وطرح مخرج جديد في التداول. روسيا قلقة من إمكان حدوث نزاع في الخليج. استعمل أي بطاقة من بنك الاعتماد اللبناني، جمع نقاط واستبدلها بميلات، تتسافر وين ما بدك وقت اللي بدك، وعلى متن شركة الطيران اللي بتختارها. بدك تسافر على حسابنا؟ اعتمد علينا. بنك الاعتماد اللبناني، دايما بقربك. الصيفية مبسوطين، عصموا السعر 50-50 من 132 وصلوا لل 66. لحظة، شو مفكر حالك خليفة بافاروتي؟ عيطولي لشاب بدي عياد. مع كيبل فيجن وفر 50% هلأ، ايه 50%، وبدل ال 132 دولار دفع 66 دولار بس، واستفيد من تركيب فري ريسيفر واشتراك شهري بأو اس ان بين وكل شي في محطات. لتعرف أكثر اتصل هلأ على 01-594-533 أو زورنا على cablevision.com.lb. العرض محدود. سقطت كل المبادرات التي تم العمل عليها في الأيام الماضية لإيجاد مخرج لحادثة قبر شمون، تمهيدا لعودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد. وعليه فإن خيار التصويت على الإحالة إلى المجلس العدلي لم يعد مطروحا. وتفيد المعلومات بأن طرحا جديدا يجري العمل عليه، يقوم على إجراء مصالحة بالتوازي مع المسار القضائي. في هذا الوقت، رسالة رئيس الجمهورية إلى المجلس حول المادة 95 من الدستور أثارت ردود فعل مختلفة وفتحت الباب على كلام في تعديل الدستور، ولكنها في أي حال ستتأخر إلى تشرين الأول، موعد الدورة العادية لمجلس النواب. واليوم أكد رئيس الجمهورية في احتفال عيد الجيش أن اتفاق الطائف يشكل مظلة لحماية الوفاق الوطني. كل التفاصيل مع مروان الأدوم. لا جديد هذه السنة في الذكرى 74 لإنشاء الجيش اللبناني سوى اسم الدورة، دورة اليوبيل المثير للاستقلال التي خرجت 269 ضابط، 166 منهم من عداد الجيش اللبناني والباقي من كافة الأجهزة العسكرية. رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون وأمام رئيس مجلس النواب نبيه بري والحكومة سعد الحريري والوزراء والنواب والدبلوماسيين والعسكريين وأهالي الضباط المتخرجين أقر بأن لبنان يمر بمرحلة اقتصادية صعبة جدا، وعلى الجميع التضحية بالمكتسبات في السنوات المقبلة من أجل الخروج من الأزمة، وحتى العسكريين. التضحية المرحلية مطلوبة من كل اللبنانيين بدون استثناء لتنجح عملية الإنقاذ. فإن لم نضحي اليوم جميعا ونرضى بالتخلي عن بعض مكتسباتنا، فإننا نخاطر بفقدها كلها. راعي الاحتفال صوب الأمور في السياسة في ظل التشنج الحاصل في البلد من قبر شمون إلى التوظيف والتعيينات والمناصفة. لا ينفع لبنان في هذه المرحلة أن يستحضر البعض لغة الماضي وممارسته عازفا على وتر الحساسيات وطاعنا في صميم إرادة العيش المشترك ومتطلباته التي ثبتها اتفاق الطائف. فاتفاق الطائف الذي التزمت به بتطبيقه في خطاب القسم، والتزمت به الحكومة كذلك في بيانها الوزاري، يشكل مظلة لنا لحماية الميثاق الوطني عبر صون حقوق الجميع وأحقاق التوازن بين مختلف شرائح المجتمع ومكوناته. ولا يمكن بالتالي لأي ممارسة أو موقف
أن يناقضنا روحيته. في المناسبات الوطنية يتصدر الجيش مقدمات كلمات السياسيين، وتتباهى السلطة السياسية بإنجازات جيشها في الأمن والسيادة والاستقرار، وعند أول استحقاق تتنكر لحقوقه كما حصل مؤخرا من اقتطاع من رواتبهم التقاعدية في مجلس النواب. من سكنة شكري غانم في الفياضية، مروان الدوم، صوت لبنان. رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أمل في تغريدة في أن يخرج البعض من عقلية الجبهات وأن يكون قولا وعملا مع الطائف بعيدا عن التفسيرات والتأويلات، مضيفا: المستقبل أهم من الماضي المتحجر، هكذا تقول الأرصدة المتقدمة والعلمية. النائب في اللقاء الديمقراطي بلال عبدالله أكد لصوت لبنان أن الوقت ليس مناسبا لطرح المادة 95 للنقاش. كيف تفسر هذه المادة الدستورية حول توزيع الوظائف الفئة الأولى والفئات الأخرى على الصعيد الطائفي ومذهبي؟ ما بعرف، بدنا نناقش نحن وكل الكتل، وكل كتلة حتاخذ قرار أكيد بتناقشوا فيها غيرها، وبنهاية الأمر مجلس النواب ومصدر التشريعات ومصدر القرارات، فنحترم أكيد هي الرسالة ونتفهم الخلفيات اللي نحكى فيها بهذا الموضوع. هلا يمكن في حدا بيشوف لك يا التفاف على الطائف هذه أو تفسير مخالف للطائف، خاصة إنه بعض المطلعين على محاضر جلسات الطائف بتأكد إنه لا، هذا الكلام كان دقيق كثير بالطائف، انحكى إنه الوظائف هي أولى هي المناصب. اللقاء التشاوري ثمن نقل النقاش حول المادة 95 من الدستور إلى المجلس النيابي. النائب فيصل كرامي حدد وجهة نظر اللقاء من الموضوع. إننا نرى أن الدستور اللبناني اعتمد توزيع الرئاسات الثلاثة بين الطوائف الأساسية والمناصفة في السلطات السياسية وموظفي الفئة الأولى في الدولة مع مراعاة الكفاءة، كما اعتمد مبدأ الكفاءة فقط في باقي الوظائف والتعيينات. لذلك يرى المجتمعون أن رفض البعض تعيين الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية بحجة أن التوزيع الطائفي لهؤلاء الناجحين لا يراعي المناصفة بين المسلمين والمسيحيين التي نص عليها الدستور إنما هو سعي غير مشكور. الوزير السابق زياد بارود اعتبر في حديث لصوت لبنان أن التفسير الوارد في الرسالة الرئاسية يفترض في حال السير به تعديلا دستوريا. هل نفسر بالتراضي أم نفسر بالتصويت؟ لأنه أي تفسير سيؤدي إلى ما يشبه تعديل الدستور، وبالتالي لا يمكن للتفسير بأي شكل من الأشكال إلا أن يسلك الأكثريات المطلوبة لتعديل الدستور. وهذا الطائف يلي بكثير من بنوده لم يطبق من المادة 95 لحد المادة 22 مجلس الشيوخ لغيرها من المواد، من الناحية الإيجابية هذه مناسبة لنتصارح ونحكي الأشياء مثل ما هي، ومن ناحية المخاوف يخشى منها أن تدخل البلد في مرحلة من الانقسام والتشنج. بعد الفاصل، رياض يمق رئيسا لبلدية طرابلس. هالصيفية مبسوطين، قصموا السعر 50-50 من 132 وصلوا للستة وستين. لحظة، شو عاملين لك حفلة زجل؟ عيطولي لشاب الدعايات. مع كيبل فيجن وفر 50% هلأ، ايه 50%، وبدل ال 132 دولار دفع 66 دولار بس، واستفيد من تركيب فري ريسيفر واشتراك شهري بأو اس ان بين وكل شي في محطات. لتعرف أكثر اتصل هلأ على 01-594-533 أو زورنا على cablevision.com.lb. العرض محدود. ما هو تأثير العمالة الأجنبية على الوظائف المحلية؟ ما دور المؤسسات الصناعية والتجارية؟ وما أهمية لبننة الوظائف في الحد من البطالة المرتفعة؟ نقطع السطر يفتح الملف مع الخبير الاقتصادي في التنمية الإدارية فادي جواد، ومداخلتين لمدير عام وزارة العمل جورج أيدا ونائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بقداش، الجمعة بعد نشرة أخبار 8:15 مع نولي شعبود عبر صوت لبنان. في
في مانشيت المساء ليوم الخميس الأول من آب. أما وقد تجاوزت البلاد أزمة المادة 80 من قانون الموازنة، فكيف سيصار إلى التعاطي مع المادة 95 من الدستور؟ وهل سيلبي المجلس النيابي رغبة رئيس الجمهورية بتفسيرها؟ وما هي الآلية التي ستعتمدها المعارضة مع قانون الموازنة؟ وهل ستطعن أمام المجلس الدستوري؟ ما هو موقف الكتائب من التحركات الفلسطينية اعتراضاً على تطبيق قانون العمل؟ الجواب مع النائب في كتلة نواب حزب الكتائب اللبنانية إلياس حنكش. مانشيت المساء من صوت لبنان بعد نشرة 5:15. إعداد وتقديم جورج شاهين. بعد إصدار الموازنة في الجريدة الرسمية، كيف ستكون الانطباعات لدى المجتمع الدولي المشارك في مؤتمر سادر؟ وهل تؤدي إلى تحريك الاستثمارات المحلية؟ ترازي الخوري. وأخيراً الموازنة التي طال انتظارها نشرت في الجريدة الرسمية. هذه الموازنة التي ترقبتها شرائح متعددة من اللبنانيين لمعرفة تأثيرها على معيشتهم. هل ستؤثر على المجتمع الدولي؟ سؤال أجاب عنه الخبير الاقتصادي لويس حبيقة. بما يخص سادر، لأنه سادر كتير مرتكز على الموازنة. بقطع النظر شو هي الموازنة، بس سادر المجتمع الدولي بهمه يقول انه بلبنان بلش يصير دولة منظمة، وبالتالي اصدار الموازنة من قبل رئيس الجمهورية بالجريدة الرسمية هذا مؤشر ايجابي جدا. تصنيف لبنان هلا رح يكون ايجابي اكثر من الماضي بمجرد عملتي موازنة، لانه عم تعطي الانطباع انك انت جدية، وهالجدية المجتمع الدولي كتير بيقدرها. المجتمع الدولي ما عنده مشكلة تكوني انت ضعيفة، بس بيكون عنده مشكلة اذا انت ضعيفة وما عم تنتبهي لحالك. بس اذا انت ضعيفة، وهو كذلك بالنسبة لنا، بس عم نجرب نحصل حالنا، المجتمع الدولي كتير بيشف لنا هي. وعلى اي حال، بعد اعداد مشروع الموازنة وطلب رئيس الجمهورية ايضا باعداد مشروع موازنة للعام 2020 وملاحظاته حول اصلاحات عدة، على ماذا ستؤثر الموازنة في القطاع الخاص؟ لويس حبيقة أيضا. بالاقتصاد اللبناني، القطاع الخاص بلبنان، حكي معهم مستعدين يحطوا مصاري بالبلد، لأنه لبنان بلد مربح وبلد فيه طاقات وإمكانيات. إذا حطوا مليارين دولار بالاقتصاد اللبناني، هوا بيعملوا 10 مليارات بالناتج المحلي الإجمالي. وهلأ القطاع الخاص اليوم إذا بتحكي اليوم معهم بتلاقيه تنفسوا شوي، يعني تنفسوا وصار في ثقة أكتر شوي بالدولة. أنا مش عبوه رجعت الأمور كالماضي، لا، بس هي خطوة إيجابية رح تنعكس على صعيد المجتمع الدولي، وأهم على صعيد القطاع الخاص اللبناني. موازنة هذه السنة سارت على قدم وساق، وبالرغم من شوائبها سيكون التأثير رهن الأيام. ترازي الخوري، صوت لبنان. تم انتخاب رياض يمق رئيسا لبلدية طرابلس بأكثرية 13 صوتا، وخالد الولي نائبا للرئيس بعدما سحب عبد الحميد كريمي ترشيحه. طلبت المديرية العامة للطيران المدني من شركات الطيران العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي أخذ العلم بزيادة الرسم على المسافرين على الرحلات التي تتعدى مسافتها 900 كيلومتر لدى مغادرتهم الأراضي اللبنانية كالآتي: 50,000 ليرة على كل مسافر من الدرجة السياحية، 110,000 ليرة على كل مسافر من درجة رجال الأعمال، 150,000 ليرة على كل مسافر من الدرجة الأولى، و 300,000 ليرة على المسافرين على متن طائرة خاصة. ما هو دور القيادات والمؤسسات الدينية في حماية حقوق الطفل؟ الجواب مع مجدلين عيد. انطلاقا من ضرورة ضمان الحقوق الأساسية للإنسان على اختلاف انتمائه الديني، الثقافي والعرقي، منصة للحوار والتعاون بين القيادات والمؤسسات الدينية حول حماية حقوق الطفل في لقاء لمنظمة أوريغاتو الدولية وقايسيد. كبير مستشاري قايسيد محمد أبو نمر اعتبر عبر إذاعتنا أن مفتاح إخراج وترميم ما يحصل في العالم العربي هو التركيز على حقوق الأطفال. في واقع العالم العربي اليوم وفي العقود الأخيرة لا تحترم حقوق الأطفال في جميع المؤسسات. نحن لا نتكلم عن المدرسة فقط، إنما عن البيت، عن الشارع، في جميع المؤسسات المجتمعية حقوق الطفل لا تحترم. هناك حقوق الأطفال على الأقل في الكتب وفي الوعظات الدينية
والإحصائيات تخبرنا على هذا. فقط علينا أن ننظر إلى قضية حق التعليم، حق التغذية، حق العيش بأمن، وحق التعبير. هي أربعة حقوق الطفل العربي يحتل المقدمة في أول خمسة مواقع في قضية عدم تطبيق هذه الحقوق. نائب رئيس البعثة البابوية في لبنان المونسينيور إيفان سانتوس ذكر بما قاله البابا فرانسيس من أن الديانات لا يمكن أن تضع جانب المهمة الأساسية وهي مد الجسور بين الناس نحو العائلة الإنسانية. عضو مجلس إدارة كايسيد وأوريغاتو الدولية محمد السماك ركز على العمل على الأطفال، رجال وصناع المستقبل. مجدلين عيد، صوت لبنان. أصدر رئيس الحكومة سعد الحريري مذكرة إدارية قضت بإقفال جميع الإدارات والمؤسسات العامة لمدة يومين في 11 و12 من آب الجاري لمناسبة عيد الأضحى. كما أصدر مذكرة ثانية تضمنت الإقفال يوم الخميس في 15 من آب لمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء. كوشنير في القاهرة بعد هذا الفاصل. ألو سابين، حضري حالك، بكرة نقلين على الشاليه. نقلين على الشاليه؟ نقلين على الشاليه يعني ما بقى في أبلودينج للكفرز على يوتيوب ولا سهلات فيديو ستريمينج، يعني ما بقى في صبحيات كاسب مع البنات كلتنين، يعني رجعنا على أيام ستة. هلأ الإنترنت صار يصيف معك مع اي دي ام جو، إنترنت 4G وين ما كنت وبلا خط بيت، إنترنت سريع وعالسريع. للإشتراك اتصل فينا على 1282 أو زورنا على موقعنا idm.net.lb. أرنب واحد وتسويتان، الموازنة للنشر والمادة 80 للبحث بموجب الرسالة الرئاسية. مجلس الوزراء راجع على قاعدة لا غالب ولا مغلوب، وهل يعود الفلسطينيون على دبابة لبنانية؟ ماذا يقول النائب العميد أنطوان بانو في عيد الجيش ضمن اليوم السابع السبت 9:30 صباحا من صوت لبنان؟ اعتبرت الخارجية الروسية أن محاولة واشنطن تشكيل تحالف لحماية الملاحة في مضيق هرمز تهدف للضغط على إيران، وأبدت القلق من تزايد إمكانات حدوث نزاع في الخليج، لافتة إلى أن هناك شعورا بأن واشنطن تبحث عن أسباب للحرب. الرئيس الإيراني حسن روحاني رأى في العقوبات الأمريكية على وزير الخارجية الإيرانية تصرفا طفوليا بعد اقتراح الولايات المتحدة محادثات غير مشروطة. النائب الأول للرئيس الإيراني لفت إلى أن الحظر الأمريكي ضد وزير الخارجية محمد جواد ظريف دليل على العجز في القول والعمل، وقال من يدعي بأنه يريد الحوار مع إيران بلا شروط يفرض الحظر على مسؤول ومندوب إيران القوي في الحوار. واعتبر المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي حسين أمير عبد اللهيان أن فرض الحظر على وزير الخارجية الإيراني مؤشر واضح إلى السلوك غير المعقول واللا حضري للساسة الأمريكيين كما وصفه. أفادت وكالة سانا السورية بإطلاق صاروخ إسرائيلي على تل بريقة في رسم السد في ريف القنيطرة الغربي، مشيرة إلى أن الأضرار مادية. إلى ذلك لفتت منظمة أطباء بلا حدود إلى أن القصف على إدلب أدى إلى نزوح 450 ألف شخص في خلال 3 أشهر. في إطار جولة في المنطقة يجري مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر محادثات مع عدد من المسؤولين المصريين في القاهرة، وقد التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي دعم التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. وأكد السيسي أن سيناء لن تكون أبدا جزءا من صفقة القرن. سقط حوالي 50 قتيلا مع عشرات الجرحى من الشرطة في عدن في هجومين على مراكز أمنية، وتبنى الحوثيون الهجوم على معسكر الجلاء بصاروخ باليستي وطائرة مسيرة. إلى ذلك أعلن الحوثيون إطلاق صاروخ باليستي على موقع عسكري في الدمام في السعودية. والآن إلى الأحوال الجوية.
الجو غدا غائم جزئيا مع رياح ناشطة وانخفاض محدود بدرجات الحرارة، ولا سيما في المناطق الجبلية والداخلية، فيما ترتفع بشكل محدود على الساحل. إذن الرئيس عون يشدد على تطبيق روحية الطائف. اتفاق الطائف يشكل مظلة لنا، ولا يمكن لأي ممارسة أو موقف أن يناقضنا روحيته. جملات نأمل أن يكون البعض مع الطائف قولا وفعلا بعيدا عن التأويلات. سقوط المبادرات المتعلقة بحادثة قبر شمون وطرح مخرج جديد في التداول. روسيا قلقة من إمكان حدوث نزاع في الخليج. النشرة انتهت، وتتابعون بعد قليل منشات المساء وضيف اليوم النائب الياس حنكاش.